تخيل كده معايا، ده الزيرو ليفل، بتنزل ميلو ميل ميول اوكي، وبعدين يجي لك البوابة بتاعت ايه اللي هي الجيت ليفل، طبعا عشان المطر يجي على البوابة بره، وده منسوب الطريق، ده منسوب الرود ليفل اوكي. ده هي دايما بتبقى 30 سنتي 40، هو بيحددها لك، هو مديها لنا 30 سنتي. يبقى عندي دلوقتي دي طم ثابتة نقطة اللي هي 30 من الطريق، وعندي في تحتها وفي فوقيها، تحتها قلنا فوقيها كام ميل، 10 سنتي زائد 75 سنتي، 75 سنتي تمام. الميل 10 سنتي اللي سبب ان المدخل المبنى نفسه قريب من ايه، قريب من مبنى من البوابة، يعني مش مفيش مسافة، مش 10 سنتي كويس، 12 سنتي اوكي يمشي الحال. وتحتها ده هنشرحه بقى لوحده، الحاجة اللي تحت